بنهاية الأرش أوف أورطة نكون خلصنا 4 بيج فيزلز. طيب هنا عاوزين نتعرض لبقية الـ10 بيج فيزلز اللي كانوا موجودين في الكونتنتس أوف ذا سوبيريو ميديستاينم، ويشملهم البريكيوسيفاليك ترانك، ليفت كومن كاروتيد أرتري، ليفت سبكليفين أرتري، رايت أند ليفت بريكيوسيفاليك فينز أند سوبيريور فينا كافا. من خلال دايجرام عام شامل يشمل هذه الاستراكشرز مع بعض هنقدر نستوضح فيها ان شاء الله العناوين الاتيه: البيجنينج، الكورس، اللينس، الاند، الريليشنز، والبرانشز ان وجدت او التربيتوريز ان وجدت لكل من هذه السكس بلاد فيزلز. ده كان المانوبرا مستر ناي مشففينه وظهر من وراء الارش اوف اورطا وخرج منه الثلاثه بيج برانشز الليفت سبكليفيان والليفت كومان كاروتيد والبريكيوسيفاليك ارتري او بريكيوسيفاليك ترانك. كان ماشي عليهم اوبليكلي ليفت بريكيوسيفاليك فين اللي كان اتحد مع الرايت بريكيوسيفاليك فين وكون السوبيريور فينا كيفا. في سام ستراكشرز ريليتد لهم، علشان نستوضح الريليشنز لما نيجي نتكلم هنكمل البيانات بتاعتنا وهنرسم التراكيه في البوزيشن بين الليفت كومن كاروتيد والبريكوسيفاليك، ونفتكر مع بعضنا الليفت فيجاس والليفت فرينك وماشيين بين الليفت سبكليفيان والليفت كومن كاروتيد، معديين يعملوا الخناقه المشهوره بتاعتهم على الانتيرو انتو ذا ليفت سايد اوف ارش اوف اورطا. وكان هناك البلمونري ترانك وهو كان معدي عامل كروسنج للروت لبداية الاسيندنج اورطة وهو رايح يعمل الارش اوف اورطة وتفرعاته الى الاثنين فيزلز الرايت والليفت بلمونري ارتري. وما ننساش ايضا الليفت برينسيبال او الليفت مين برونكاس وهي نازلة من وراء الليفت بلمونري ارتري معدية في طريقها الى الليفت لانج. من خلال هذا الدايجرام، ودي كانت الليجامنتم ارتريوسم اللي كانت متصله او موصله الليفت بالمنري ارتري مع اللور بوردر اوف ذا ارش اوف اورطا، واخيرا كان ده الرايت فرينك نيرف، وكان هنا لسه فيه الرايت فيجاس نيرف بس احنا شلناه من الرسمه ديت. الان سنبتدي نتعرض لهم واحد واحد، نبتدي بالبريكيوسيفاليك ترانك او البريكيوسيفاليك ارتري، البدايه والنهاية والكورس بتاعه. The biggest artery البداية بتاعته The biggest artery of arch of aorta بيخرجوا من التلاتة هو البريكوسيفاليك والليفت كومن كاروتيد والليفت سبكليفيان تقريبا من عند نقطة واحدة قريبة جدا من بعضها. تقع هذه النقطة من الأبر بوردر of the arch of aorta تقريبا behind the center of the manubria mister nigh. طيب بيمشي upwards slightly to the right side، ماشي course straight على the right side of the trachea حيثما يعد من وراء الجزء ده. هنا مين اللي قاعد الجنكشن او الارتكوليشن بين the manubria mesternae and the clavicle اللي بيسموه right sterno clavicular joint، هيعد من وراها وهينقسم وهينتهي هنا، هينتهي البريكوسيفاليك بانه اتفرع للفرعين بتوعه اللي هما الرايت كومن كاروتيد اللي هيمشي على امتداده والرايت سبكليفيان اللي هيمشي ارشيت كورس في طريقه الى الابر لمب. ده كان الارتري بتاعنا الاولاني اللي اسمه بريكيوسيفاليك ترانك. هنتكلم على الامبورتنت ريليشن، مش هناخد كل حاجه بالتفصيل، لكن اذا قلنا مين اللي قدامه anterior relations of the brachiocephalic trunk، مين اللي ماشي قدامه على حسب الرسمه هنا؟ ادي ماشي in front of it وعامل له crossing هو left brachiocephalic vein، ادي اول واحد. طيب left brachiocephalic vein كان قاعد مباشره ورا الابر هاف اوف ذا مانوبرا مستر ناي، وكان فيه هنا الريمينانس بقايا السايموس جلاند، وكان فيه عضلتين صغيرين من عضلات الانفراهيويد ريجون في ناخدهم في الهيد والنيك، عضلتين اسمه استرنو هايويد واسترنو سايرويد. طب ده منين؟ ده من قدام. طب ماذا عن البوستيريور ريليشنز اوف ذا بريكيوسيفاليك ترانك؟ البريكيوسيفاليك ترانك وهو طالع كان الاوريجن بتاعه ارايزنج من على الروت اوف ذا تراكيه، الروت بتاعه طالع عامل كروسنج لجزء من التراكيه، اذا هنجد التراكيه
قاعده ورا منه في عند بدايته، وورا منه من ورا من هنا كان جاي الفيجاس نيرف، الرايت فيجاس نيرف. طيب تو ذا ليفت سايد، الناحيه الليفت سايد منه مين اللي قاعد؟ كان في عندي الليفت كومن كاروتيد ارتري والتراكيه، يبقى من تحت كانت في عندي الليفت كومن كاروتيد ارتري، لان الليفت كومن كاروتيد ارتري ده كان يعني هو الرسم بعدينهم عن بعض، لكن في الحقيقه كان عامل اوفرلاب طالع شويه قاعد شويه تو ذا ليفت سايد مباشره اوف ذا بريكوسيفاليك ترانك. من فوق كانت قاعده التراكيه. طيب تو ذا رايت سايد اوف ذا بريكوسيفاليك ترانك مين اللي قاعد؟ اهو نبص كده عندنا قاعد الرايت بريكوسيفاليك فين وكذلك الرايت بلورا واللنج. ده كان البريكوسيفاليك ترانك، وزي ما احنا قلنا البرانشز بتاعته كان انتهى بانه اتفرع الى فرعين، رايت كومن كاروتيد ورايت سبكليفيان. طيب الارتر اللي بعد كده اسمه ليفت كومن كاروتيد ارتري، اهو الليفت كومن كاروتيد ارتري انذر بيج ارتري من الكونتينس اوف ذا سوبيريو ميدياستاينم، الاوريجين بتاعه طالع مباشره من الارش اوف اورطه، من نفس النقطه تقريبا اللي الثلاثة بيج برانشز طالعين اللي هي سلايتلي بيهايند ذا سنتر او ميدل بوينت اوف ذا مانوبرا ميسترناي، ماشي ابوردز وسلايتلي وتز ليفت سايد قاعد على الليفت سايد اوف ذا تراكيه. طب دي البدايه بتاعته، ماشي فين؟ ماشي ابوردز اند تو ذا ليفت، هيغادر السوركس من عند المكان ده. المكان ده تقع هو الليفت سترنو كلافيكولار جوينت، الليفت سترنو كلافيكولار جوينت قاعده في المنطقه دي، يبقى هيغادر السوركس في طريقه الى النك بهايند ذا ليفت سترنو كلافيكولار جوينت. ينتهي فين؟ هو طالع ماشي على الليفت سايد اوف ذا تراكيه، بدايه التراكيه من فوق كانت اللارينكس، فهينتهي عند الابر بوردر اوف ذا ثايرويد كارتليج اللي هو اكبر كارتليج مكون لللارينكس. طيب دي النهاية بتاعته. الريليشنز لو نيجي نتكلم مين الحاجات اللي قاعدة قدام الليفت كومن كاروتيد، انتيريور وبوستيريور وليفت ورايت. انتيريور اللي من قدام هنجد هذا الوريد الكبير اللي اسمه ليفت بريكوسيفاليك فين اللي معدي على كل الاستراكشرز اللي ماشية في رايحة في السوبير ميدستاني من قدام، ده الموست سوبرفيشال استراكشرز، الموست انتيريور استراكشر، ده مباشرة ورا المانوبرا ميسترناي، اذا اللي يعمل كروسنج لكل الارتريز اللي طالعة من الارش في اورطة ومنهم ليفت كومن كاروتيد ارتري. يبقى ده اول واحد. طيب ايه تاني؟ كان من الانتيريور ريليشنز كان البريكوسيفاليك ده وهو طالع كان الاتنين قريبين قوي من بعض، فهنجد الليفت بريكو نجد البريكوسيفاليك ترانك كان عامل كروسنج معدي من قدام الليفت كومن كاروت عند بدايه طلعته، وكان في برضو العضلتين الصغيرين اللي هم الاسترنو هايويد والاسترنو سايرويد زيه زي ده، وكمان بقايا السايمس جلاند لان السايمس جلاند قاعده ورا المانوبريم ورا المانوبر الاسترنو. يعني نقدر نقول الانتيريور ريليشنز اوف ذا ليفت كومن كاروتيد زيها تماثل الانتيريور ريليشنز اوف ذا بريكوسيفاليك ترانك. طب البوستيريور ريليشنز تقريبا واحده، فهنجد من تحت انا من عندي من هنا التراكيه لان البريكوسيفاليك كان معدي قدام التراكيه، وكذلك الليفت كومن كاروت معدي ايضا قدام التراكيه. طب ده من تحت. طب من فوق، من فوق كان مين قاعد وراه؟ كان قاعد وراه الفيجاس الفيجاس فرينيك ان بتوين اند بيهايند، يعني جايين من ورا، من ورا الليفت كومن كاروتيد من ورا وتو ذا ليفت سايد. طيب ده بالنسبه مين للبوستيريور ريليشن. طب الرايت سايد ريليشنز، الرايت ريليشنز اوف ذا ليفت كومن كاروتيد، اذا بصينا هنا الرايت ريليشنز نيجي نشوف هنجد الاوريجين بتاع البريكوسيفاليك ترانك ده من تحت، ومن فوق هنجد التراكيه. طب تو ذا ليفت سايد مين اللي قاعد هنا؟ هنجد اللي قاعد في هذا المكان تو ذا ليفت سايد اوف ذا ليفت كومن كاروتيد ارتري، في هذا المكان كانت قاعده الليفت بلورا واللنج. الليفت كومن كاروتيد ارتري بينتهي بانه اتفرع لفرعين اتنين، فرع اسمه اكسترنال كاروتيد وفرع اسمه انترنال كاروتيد. اكسترنال كاروتيد يدي للهيد والنك من اوتسايد، والانترنال كاروتيد يدي البرين والستراكشرز اللي قاعده في الكرينيال كافيتي. احيانا الليفت كومن كاروتيد ارتري ده احيانا يدي برانش صغير يغذي السيرود جلاند يسموه سيرودا ايما ارتري، ده في بعض الحالات. طيب نيجي بعد كده للارتري الثالث اللي اسمه ليفت سبكليفيان ارتري. الليفت سبكليفيان ارتري مش زي ما مرسوم في الرسم هنا، ده هو ماشي كيرفد كورس. البدايه بتاعته يخرج الليفت سبكليفيان ارتري من الارش اوف اورطه من عند نقطه هي تقريبا مشتركه بين الثلاثه برانشز اوف ارش اوف اورطه،
تقع هذه النقطة slightly behind the center أو middle of the manubria sternal. هيمشي curved course ورا الاسترنوك left sternuk clavicular joint في طريقه لكي يغادر السوركس متجها إلى الأبر limb. إذن كل من left subclavian والليفت كومن كاروتيد كل واحد فيهم رايح لمنطقه، المنطقه اللي رايحها الليفت سبكليفيان هي الابر ليمب، الليفت ابر ليمب، والمنطقه اللي رايحها الليفت كومن كاروتيد هي منطقه الهيد واندريك. النقطه اللي غادروا عندها السوركس هي بيهايند ذا ليفت استرنو كلافيكولار جوينت، يروح الليفت سبكليفيان ويمشي كورس صغير في النك ويتجه الى الابر ليمب، وهو ماشي كورس الصغير بتاعه في النك كان مقسوم الى 3 بارتس بواسطة عضلة اسمها سكالينس انتيريور وهنتكلم عليها في وقتها. اما بخصوص الريليشنز اوف ذا سبكليفيان ارتري فكان في ريليشنز في الثوركس وكان في ريليشنز اخرى في النك. الريليشنز بتاعت النك هنتكلم عليها في وقتها مع الهيد اند نك سيكشن. اما الريليشنز بتاعته اللي في الثوركس فمن قدام، من قدام انتيريورلي فنجد كان في الاربع نيرفس اللي فاصلين الخناقه اللي فاصلين الكورس بتاعه عن الليفت كومن كاروتيد. الاربع نيرفس دول كانوا مين؟ كان الفيجاس والفرينك والبرانشز اللي خارجه من الفيجاس. كان بيخرج من الفيجاس تو كاردياك برانشز رايحين لبليكسس هنا اسمها كاردياك بليكسسز، كانوا اتنين كاردياك برانشز اوف ليفت فيجاس، والليفت فيجاس نفسه والليفت فرينك كانوا بيمثلوا الانتيريور ريليشنز اوف ذا ايه of the left subclavian artery. هذه الستركشرز كانت بتمثل anterior relations للسبكليفيان وكانت بتمثل في نفس الوقت posterior relations of the left common carotid artery. طيب posterior ورا منه هنجد في دكت اسمها الثوراسيك دكت وهي في طريقها علشان تفتح في النهاية بتاعتها عند بداية الليفت بريكيوسيفاليك فين، فكان عم عدي من ورا اللي هي الثوراسيك دكت. طيب تو ذا رايت سايد، تو ذا رايت سايد هنجد في مين عندنا؟ نجد عندنا التراكية وفي نيرف برانش من الفيجاس اسمه ليفت ريكارنت لارينجيال نيرف، وتو ذا ليفت سايد كان في عندي الليفت بلورا واللنج. ديت دول كانوا التلاتة بيج فيزلز اللي خارجين من الارش اوف اورطة اللي هم البريكوسيفاليك والكومن كاروتيد والليفت سبكليفيان، الليفت كومن كاروتيد والليفت سبكليفيان. كده خدنا فكرة عن البداية الكورس والإند والريليشنز والبرانشز لكل من هذه البرانشز. طيب ناخد بعد كده الفينس سايد أو الفينس تشانلز الفينز المكونة للكونتينز أوف ذا سوبيريو ميديستاينم وكانت تشمل الليفت بريكوسيفاليك فين الرايت بريكوسيفاليك فين والسوبيريور فينا كيفا. فناخد البريكوسيفاليك فينز الاسم القديم بتاعهم النومينيت فينز. فكان عندنا هنا الليفت بريكوسيفاليك فين كان مكون من ايه؟ مين اللي كونه؟ الليفت بريكوسيفاليك فين فورمد باي يونيون اوف ذا انترنال جاجلر فين اللي جاي من النك والليفت سبكليفيان فين اللي جاي من الابر ليم هيتحدوا مع بعض. اتحادهم مع بعض كان تمثل في وجود الليفت بريكيوسيفاليك فين اللي كان ماشي كورس اوبليكلي كروسينج اوفر ذا بيج برانشز رايزنج فروم ذا ارش اوف اورطة وكان ده بيمثل موست انتيريور فيزل من الكونتينتس اوف ذا سوبيريور ميدياستاين. طيب نهاية الليفت بريكيوسيفاليك فين انه راح اتحد مع الرايت بريكيوسيفاليك فين علشان يكون السوبيريور فينا كيفا. طيب طول الليفت بريكيوسيفاليك فين كان 2 انشز، كان 2 انشز. الكورس بتاعه ماشي اوبليك كورس من نقطة تقع بدايته عند تقريبا behind the left sternoclavicular joint ورايح عند نهايته حيثما اتحد مع الرايت بريكيوسيفاليك فين. فين بالتحديد؟ كان behind the right end of the او behind the end
of the right first costal cartilage مكونا السوبيريور فينيكل. لان هنا كان اليونيون بين الفيرست ريب او الفيرست كوستال كارتليج والمانوبريام استرناي، ده كان الليفت بريكوسيفاليك فين. التريبيوتريز اللي كانت داخله في، انا ما اقولش بقى بالنسبه للفين ما اقولش برانشز، نقول تريبيوتريز. التريبيوتريز اهم واحد اللي احنا فاكرينه اللي هو الليفت سوبيريور انتركوستال فين معاه السايميك فينز، ويصب فيه ايضا الفيرتبرال فينز والانترنال ثوراسيك فينز والليفت فيرست بوستيريور انتركوستال فين. احنا فاكرين من البوستيريور انتركوستال فينز كان الليفت بوستيريور انتركوستال كان بيصب مباشره في الليفت بريكوسفاليك، اما 2 اللي هو السوبريم، اما 2 و3 عملوا مع بعض السوبيريور انتركوستال فين اللي دخل ايضا في البريكيو سيفاليك فين، ويصب فيه ايضا من فوق التو انفيريور ثايرويد فينز في معظم الاحوال. ده كان الليفت بريكوسيفاليك فين. طب ماذا عن الرايت بريكوسيفاليك فين؟ الرايت بريكوسيفاليك فين از فورمد باي يونيون اوف ذا رايت انترنال جاجلر فين اللي جاي من النك من فوق مع الرايت سبكليفن اللي جاي من الابر لمب، مكان تكونهم behind the right sternoclavicular joint. هو very short، طوله تقريبا حوالي 1 inch، ماشي vertical course to just behind the right margin of the manubrium sternae من مستوى sternoclavicular joint لمستوى نهايته حيثما يتحد مع left brachiocephalic vein behind the right behind the right sterno costal joint between the manubrium sternae وبين الفيرست كوستال كارتريج، وهينتهي وانه يكون السوبيريور فينا كيفا بالاتحاد مع الليفت بريكوسيفاليك. التريبيوتريز زيه زي الليفت بريكوسيفاليك فين، هيصب فيه الفيرتبرال فين جاي من ورا، احيانا احيانا الرايت انفيريور ثايرويد فين والرايت انترنال ثوراسيك فين والرايت بوستيريور انتركوستال فين. اما بعد ذلك الفين اللي بعد كده اللي هيكون الكونتنت الأخيرة من السوبيريور ميديا ستاينم هو السوبيريور فينا كيفا. السوبيريور فينا كيفا ده very big vein. هذا ال very big vein كان بيلم تقريبا كل ال venous drainage من ال upper half of the body. السوبيريور فينا كيفا formed by union of the two brachiocephalic vein left والرايت. طيب مكان تكوينه كان behind the right first stern behind the right sternocostal joint، يعني ورا الجوينت اللي مكونه من الاسترنم او المانوبريم استرناي والرايت فيرست كوستال كارتليج، هيمشي فيرتيكال كورس. جزء منه كان ماشي في السوبيريو ميديا ستاينم وجزء اخر كان ماشي في الميدل ميديا ستاينم. ديسنس فيرتيكالي بيهايند ذا رايت مارجن اوف ذا سترنم من مستوى الفيرست لمستوى الثيرد كوستال كارتليج، وهو ماشي في هذا المسار عند مستوى السكند كوستال كارتليج هنا كان بيصب فيه الازيجوس فين، ويبلغ طول السوبيريور فينا كيفا حوالي 3 انشز. قلنا ان الابر هاف بتاعه كان بيقع في السوبيريور ميداستاينم. يعني ايه سوبيريور ميداستاينم؟ يعني above the level of external angle، ده الابر هاف. اما اللي هو الهاف كان بيقع في منطقة نفوذ الميدل ميديا استاينم. طب الانتيريور ريليشنز من قدام كان مغطيه مين؟ الرايت لانج كانت مغطياه، زي ما احنا اتفقنا ان كل الاستراكشرز ديت كانت ريليتد تقع ان بتوين ذا تو لانجز. فهنا الانتيريور مارجن اوف ذا رايت لانج كان بيغطي السوبيريور فينا كيفا. طب من ورا هناكد في مين؟ الاستراكشرز اللي داخله في الهايلم اوف ذا رايت لانج اللي اسمها الروت اوف ذا رايت لانج. طب تو ذا رايت سايد كان في الرايت فرينيك نيرف، ده ماشي على الرايت سايد بتاع السوبيريور فينا كيفا، وكذلك كان ماشي على الرايت سايد اوف ذا النومينت او البريكوسيفاليك فين. طيب تو ذا ليفت سايد، هنا
كانت في موجود مين؟ كان في بدايه الليفت، بدايه البريكوسيفاليك فين، ده كان من فوق. طب من تحت شويه كانت الاسندنج اورطه بالشكل ده. دي كانت رسمه شامله لكل السكس بلاد فيزلز المكونه للكونتنتس اوف ذا سوبيريور ميديا ستايل.